بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة تحت عنوان مصر قوة متطورة. يكون هذا اللقاء شيء جميل جدا جدا، ونحن في شهر أكتوبر، شهر النصر، شهر العزة، شهر الكرامة، ونرى تطورات يوما بعد يوم القوات المسلحة المصرية التي تصنف عالميا رقم 9، والقوات البحرية التي ترتيبها على مستوى العالم رقم 6. كان في لقائنا الماضي تكلمنا عن المناورات البحرية بين القوى 6 على مستوى العالم وهي مصر، مع القوى 5 على مستوى العالم وهي روسيا، وقلنا أن كان هذا الأمر في البحر الأسود على حدود تركيا. اليوم نتحدث أيضا في صدر حلقتنا مع البداية عن مناورات عسكرية يشهدها الفريق أول محمد زكي، حيث يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة ردع 2020 بالذخيرة الحية. وزير الدفاع تنفيذ المرحلة الرئيسية لمناورة ردع بالذخيرة الحية والتي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية. كما ذكرت، يوما بعد يوم تعبر مصر عن نفسها. كل العالم يعرف حجم مصر وقوة مصر. مرت فترة ظن العالم أن الجيش المصري لن يستطيع أن يبني نفسه بهذا التطور ويكون القوى الثالثة على مستوى العالم في استيراد الأسلحة، القوى 9 على مستوى العالم يحتل بها المركز 9، متقدما على إيران، متقدما على تركيا، متقدما على إسرائيل. هذه المناورات ردع 2020 تجعل كل من تسول له نفسه أن يفعل مع مصر شيئا، أو يفكر أو يتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته القيادة المصرية، فيفكر 1000 مرة قبل أن يفعل شيء. الجيش المصري دائما وأبدا كل لحظة يثبت أنه من خير أجناد الأرض. يا جماعة، العسكري المصري بإمكانيات بسيطة جدا جدا في 73 ونحن نتكلم عن النصر أذهل العالم. معقولة أن جندي يشيل سلاحه على كتفه يواجه دبابة؟ حصل في 73. لكن الآن كنا كل مرة لما نيجي شهر أكتوبر نتكلم عن 73 وما حدث في 6 أكتوبر وما حدث في 10 من رمضان. الجميل هذا العام أن مع احتفالات أكتوبر نرى مناورات عسكرية مدهشة. إذا العالم كله ذكر اسم مصر في 73 وكل الكليات العسكرية على مستوى الكوكب الأرضي تتحدث عن حرب 73 وما فعله الجندي المصري مع خط بارليف والعبور الذي تم والنصر العظيم، الآن مع هذه الذكرى الجميلة شيء جميل نتكلم عن قوة بحرية مصرية لها مكانتها. نتكلم عن أمور كثيرة جدا عن هذه المناورة وماذا يجري وماذا يحدث. معنا على الهواء مباشرة سيادة اللواء أركان حرب صبري محمد رجب المحلل السياسي. سيادة اللواء السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. أخبار حضرتك سيادة اللواء؟ الحمد لله. وكل عام وحضرتك بألف خير، وحضرتك بطل من أبطال حرب 73، واليوم نرى ردع 2020. سيادة اللواء، كيف ترى هذه المناورة؟ في البداية أنا بتهني القوات المسلحة والشعب المصري بمرور 47 عام على انتصارات أكتوبر. تمام. ومن أهم درس من دروس انتصارات حرب أكتوبر اللي حصلت وبطولات الجيش المصري اللي تمت فيها وأذهلت العالم، درس مهم جدا اللي هو التدريب الجيد المستمر يوفر الدم في المعركة. تمام. وهذا الدرس طبق في حرب أكتوبر وكان له أثر عظيم جدا جدا في انتصارات أكتوبر. بنشوف دلوقتي المناورة ردع 2020 هي معركة الزحل المشتركة، والمناورة كلمة ردع معناها الزجر بقوة، الزجر بعنف لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأمن القومي للدولة سواء داخليا أو خارجيا. سيكون ردع مصر ردع قوي،
إشارة. ده اللي هنشوفه، ده اللي بنشوفه دلوقتي، وده اللي في المناورة اللي بتتم حاليا. تعتبر كلمة المناورة دي أرقى أنواع التدريب المشترك للقوات المسلحة. بيتم في هذا التدريب تستمر عدة أيام، بتكون التدريب ده بالذخيرة الحية. ودي تمام. المرحلة الرئيسية بتاعت المناورة اللي تشترك فيها القوات المسلحة المختلفة ممثلة في وحدات من المنطقة المركزية العسكرية، اللي هي عبارة عن وحدات المشاة، المدرعات، المدفعية. بيعاونها طبعا قوات الجوية بمهام الاستطلاع والمعاونة ودعم القتال، بيعاونها الدفاع الجوي في تأمين القوات المهاجمة. بيتم في هذه المرحلة فرض المواقف التكتيكية والاستماع للتقارير والقرارات للقادة والوحدات على مختلف المستويات. سيادة اللواء معذرة للمقاطعة، يمكن الشيء الجميل أو الجديد نسمع مناورة عسكرية مع دولة ودولة أخرى، الجديد إن المناورة عسكرية مصرية مصرية. يعني مصرية مصرية، لأن إحنا بنعمل بنرسخ في الفرد بتاعنا المقاتل المحترف. تمام. المقاتل المحترف اللي بيجيد استخدام السلاح بتاعه التكتيكي له. بنرسخ في القائد الصغير على مستويات القيادات المختلفة الصغيرة كيف يخطط، كيف يدير المعركة، كيف يتصرف في المواقف القتالية اللي بتواجهه المختلفة، وإزاي بيناور عشان يحقق الهدف القتالي بتاعه ويتم تدمير العدو المقابل له من خلال الأعمال الهجومية، سواء بالالتفاف، بالتطويق، بالمعاونة الجوية للقتال، بمعاونة المدفعية لضرب الأهداف المعادية واحتياطات العدو، بالتأمين لعناصر الدفاع الجوي، أمن دفع القوات بتاعتنا في تحقيق الهدف بتاعها. سيادة اللواء، ويمكن وجود الذخيرة الحية إشارة إن عندنا من الدقة إن إحنا مش خايفين من نتعامل بالذخيرة الحية، نتعامل ولا نصيب بعضنا بعض. وده اللي بقول لحضرتك، إن دي أرقى مرحلة في مراحل التدريب للقوات المسلحة، إنها تعمل تدريب بالذخيرة الحية مع القوات او فرضا مع المواقف المعاديه اللي هي بتجابه. ودي حاله ارقى مستوى يصل اليه اي وحده في النهايه اللي بتنفذ هذا المشروع او هذه المناوره التكتيكيه اللي بتتم وسميت برادع 2020. لماذا سميت برادع سياده اللواء؟ لماذا سميت برادع؟ كلمه الرادع زي ما قلت لحضرتك في البدايه، الرادع ده معناها الزجر الذي اي فرد او اي دوله تحاول المساس بالامن القومي المصري سواء في الداخل او في الخارج، بتقول له ان القوات المسلحه المصريه جاهزه لتنفيذ المهام وقطع من تسول له نفسه اي اعتداء او تاثير على الشعب المصري او الحدود الدوله في الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه. فمعنى الرادع بلفظ بيدي قوه، بيدي روح معنويه عاليه للفرد وللوحده المقاتله. سيادة اللواء، يعني كمان كنا الفترة اللي عدت في ذكرى 73 نتكلم عن 73، نتكلم عن 73، الجديد هذا العام بقت عندنا مع 73 وذكرى 73 عندنا ردع 2020، عندنا الأسبوع الماضي ذخيرة بحرية ما بين روسيا وما بين مصر في البحر الأسود، فأكننا بنشير للعالم إحنا مش متوافقين متوقفين عن 73، هناك استمرارية وبناء للجيش المصري. المناورة حضرتك، أي مناورة بتتم سواء بين قوات المصرية مصرية أو مع دولة خارجية، دي بتدل بتدي رسالة لدول العالم وبتدي رسالة لأي دولة تفكر إنها تعتدي على مصر، بتقول للقوات المسلحة سواء القوات البحرية المصنفة عالميا لما بتتدرب مع دولة زي روسيا بيطلعوا على الأسلحة الجديدة اللي في السلاحين، بيطلعوا على الفكر والتكتيك اللي بيتمه سواء روسيا أو الدول المصرية، إذا هي بتنمي المهارات التكتيكية القتالية في المسارح المختلفة على مستوى العالم. فدي بتدي ثقل وبتدي قوة وبتدي شجاعة للفرد المصري، وفي نفس الوقت بتظهر وتبين ما هو الفرد المصري سواء قائد أو ضابط أو صف أو جندي مقاتل محترف يجيد استخدام المعدة بتاعته بأعلى مستوى من القتال. تمام والتكتيك. تمام. سيادة اللواء أركان حرب صبري محمد رجب المحلل السياسي، شكرا لحضرتك. سيادة اللواء ذكر كلمة ردع، يعني أي أن القوة العسكرية المصرية سوف تكون رادع لكل من تسول له نفسه من الداخل أو من الخارج. في ذكرى اكتوبر مصر تعيد للعالم قوتها، ونحن مش متوقفين عند 73 بس، كنا زمان لما نحتفل ب 73 ما بنفيش حاجه تضاف، كنا عايشين على ذكرى 73 وهي الاجمل والافضل على مستوى التاريخ المصري.
لكن بدأنا ندخل حاجات جديدة مع ذكرى 73 حتى يعلم العالم القوة المصرية العسكرية قادرة لحماية نفسها بنفسها، وها هي القوات المصرية مناورة مشتركة مع كل الأسلحة المصرية مع ذكرى 73 وأبطال حرب أكتوبر اللي هم بيشاركوا معانا في كل احتفالات في كل لقاء، أكيد بنستفيد منهم أكيد، وأعتقد الواحد منهم لما بيسمع الله أكبر ويسمع الأغاني الوطنية في ذكرى 73 ربما كثير منهم تدمع عينه أو قلبه قبل عينه عند هذه اللحظات. من أبطال حرب أكتوبر جلست معهم أكثر من مرة، أقسم بالله منهم من يبكي دون أن يشعر بنفسه، يتذكر صديق له، يتذكر صاحب له، يتذكر مواقف حدثت في 73. يمكن معنا على الهواء مباشرة بطل من أبطال حرب أكتوبر الحاج عيد جمعة. السلام عليكم. طيب ممكن أتصل مرة تانية. فبنقول إن حرب 73 درس قاسي لكل إنسان تسول له نفسه أن يفكر أن يتجاوز خطوط وضعتها مصر حماية لنفسها سواء في الداخل أو حتى من الخارج. طيب كان البعض بيقول يا جماعة أنتوا ليه مركزين في ليبيا وتركيا وسايبين سد النهضة؟ هو سد النهضة وحد منكم يتخيل أنه هيتم؟ أنا لا أفصح عن معلومات، لكن مثلما فعلت تركيا ما فعلت في ليبيا، شوشرة وإعلام وتركيا خلاص احتلت ليبيا، وفي الآخر المحصلة صفر، نفس المعادلة نفس النتيجة هتكون من سد النهضة. يمكن عندي بعض المعلومات لكن ما عنديش تصريح إن أنا أعلن عنها، لكن كل لبيب بالإشارة يفهمي. القوات المصرية على أتم استعداد أن تحمي ماءها، وهذا أمن قومي مائي. معنا الحاج عيد بطل من أبطال حرب أكتوبر. السلام عليكم حاج عيد. ألو. طيب معلش محاولة تاني كنترول معاه. فبنقول إن القوات المسلحة المصرية خلاص ما عادش بقى ان اي حد يفكر ان مصر مرضت، مصر ضعفت، لا لا لا، مصر آتية وآتية بقوة، وزي ما بقول سد النهضة العقلاء والقيادة العسكرية والقيادة السياسية تعلم ما يجري على أرض الواقع وتعلم كيف تتعامل معه ومتى تتعامل معه. عشان كده لاحظ الكفتين في ليبيا وفي أثيوبيا، لما كانت ليبيا نشطة في لما كانت تركيا نشطة في ليبيا كان سد أثيوبيا يثار إعلاميا. طب لما ما فيش حاليا دلوقتي لا حس ولا خبر لتركيا، هدي الأمر في أثيوبيا. معنا الهواء الحاج عيد بطل من أبطال حرب أكتوبر. السلام عليكم حاج عيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت بس ابعد لي عن التلفزيون، ابعد لي عن التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. اوطي التلفزيون شوية لو سمحت يا فندم. كل عام وانت بخير يا حاج عيد. وطيته يا حاج. بقول لحضرتك كل عام وانت بخير. طيب يا باشا. في ذكرى النصر العظيم نصر اكتوبر. لا التلفزيون عالي يا حاج معلش لو توطيت. اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بالبرنامج. معلش في صدى صوت بس يا حاج لو توطيت التلفزيون او ابعد عنه شويه لو سمحت. ايوه دكتور. بقول لحضرتك مع ذكرى 73 ماشي في ذكرى 73 كيف ترى هذا اليوم؟ الو. طيب معلش يمكن عشان الصوت. فبنقول رسالة طمأنينة لكل إنسان على أرض مصر الغالية، لكل إنسان خايف على مصر وعلى أمنها القومي المائي اطمن. أولا عندنا بحيرة ناصر بفضل الله تكفي مصر 4 سنوات، مش معنى كده نفرط في ماء النيل، لا 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 لا، اطمنوا قوي، الموضوع أسهل مما تتخيلوا،
والامر زي ما يقولوا اندر كنترول، تحت السيطره، ومصر عارفه هتتعامل معاه ازاي ومتى تتعامل معه. فلا حد من احباب مصر، مش هقول المصريين بس، خايف على مصر يجعل هذا الامر يشغله ابدا. هذا الامر باذن الله تعالى لن يحدث لمصر شيء على الاطلاق، وسيستمر ماء مصر بفضل الله اولا، ثم بفضل قوه مصر العسكريه. يعني معلش اثيوبيا لو بعت اي حي من احياء في القاهره هيعرف يتعامل معاهم. المشكله مش في اثيوبيا، اثيوبيا ما هي الا محرك، احد يحركه من اليمين او من اليسار. فاذا رساله طمانينه لمصر ولكل من يحب مصر، سد النهضة بإذن الله تعالى لن يكن فيه إلا الخير لمصر، ولن يحدث إلا ما تريده مصر. إحنا ما بنتعداش على حد، ودايما مصر عبر التاريخ كله ما كانت في عداء ضد أحد إلا إذا هو اعتدى عليها بنفسه. في ذكرى رقم 47 لنصر أكتوبر المجيد نقول رحم الله الشهداء وبارك الله في الأحياء، تحية للجيش المصري قادة وجنودا وضباط. من الأمور المفروض نتحدث عنها اليوم بداية العام الدراسي من أمس، فبنقول يا رب يكون عام سعيد على العاملين بالحقل التعليمي وعلى أولياء الأمور وعلى كل الطلبة في الجامعات وفي كل المدارس، ابتدائي إعدادي ثانوي. أكيد في احترازات جديدة، أكيد في أمور اتضحت بالنسبة للعام الدراسي الجديد. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور مجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ رمضان، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. كل عام وانت بخير الاول. وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين وجميع الاسر المصريه بخير ان شاء الله يا رب. سياده النائبه، مع بدايه العام الدراسي الجديد اكيد اتضحت الرؤيه للعام الدراسي الجديد، ما هي الرؤيه للدوله مع بدايه العام الدراسي الجديد ان شاء الله؟ طبعا السنه دي لها خصوصياتها، وتم بذل مجهود كبير جدا في جانبين اساسيين. يعني الجانب الاول اللي هو الجانب الصحي والاجراءات الاحترازيه والتشديد عليها بشكل كبير جدا، ويعني عمليه تواجد الطلاب والمسافات البينيه داخل المدرسه والكمامات، والتشديد على كل الاجراءات الاحترازيه، ويعني تجهيز المدارس بشكل كبير. وزي ما احنا شايفين ان يمكن معظم المحافظين زاروا بعض المدارس في محافظاتهم ومديرين التربية والتعليم، يعني فيه اهتمام كبير جدا علشان يشوفوا جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في اول يوم. الجانب الثاني وهو الجانب التعليمي، شايفين ان برضو في بذل مجهود كبير لمراحل كتيرة في التعليم من اول سنة رابعة ابتدائي لمصادر أخرى تعليمية غير الحضور، يعني بجانب الحضور، مش غير الحضور، بجانب الحضور. وزي ما احنا شفنا برضو ان في قناة تم افتتاحها اليوم الأحد، قناة تعليمية تم بث فيها السلام الجمهوري، وفي أول يوم النهاردة تشغيل للقناة التعليمية ديت، وكانت حتى في الهرم جايبين الطلاب وهم بيؤدوا تحية العلم والسلام الجمهوري في الهرم. تمام. يعني ابتداء القناة التعليمية من اليوم، والوزير يمكن صرح بأن هيبقى في ثلاث قنوات تعليمية أخرى هيفتتحوا كمان. يعني الجانب التعليمي احنا شايفين يعني ان في مجهود كبير، وان فعلا تم البدء في عملية ان في مصادر تعليمية بجانب الحضور. يعني دي اهم الاهتمامات الدوله، وانا شايفه ان في نسبه كبيره من الطلاب حضروا. يعني كان في تخوف كبير من اولياء الامور، ولكن انا شايفه ان في اقبال، واكيد يعني هيتم في الايام القادمه الجرأه شويه لبعض الناس اللي كانت متخوفه تودي اولادها. ومحطوط خطه لو فرض ان في حد تم اكتشاف كورونا مثلا في الاطفال، ايه اللي ممكن يتعمل. في خطه كامله تم التصريح من الوزير قبل بداية العام الدراسي بأيام قليلة،
امتى يتقفل فصل، امتى يتقفل فصلين، امتى تتقفل المدرسه كلها، يعني دي كلها بخطط معينه بحيث ما يبقاش في تصرف يعني فردي يؤدي الى القلق ويؤدي الى اثاره البلبله يعني في هذه المواضيع. سيادة النائبة، معذرة للمقاطعة، حضرتك تكلمت عن الجانب الصحي، الجانب التعليمي، وإنشاء 3 قنوات تعليمية، لكن عندنا برضو أسئلة بيقولوا هل الكثافة في الفصول هتقل نظراً لأن يكون في أيام مختلفة لكل طالب؟ ده لازم، زي برضو ما صرح الوزير وإحنا شفنا في بعض المدارس الحد الأقصى للفصل هيبقى 20 طالب في كل المدارس. سيادة النائبة، في كل المدارس، وده تم وضع جداول بالتناوب، ان هو كل مدير مدرسه هنا لا مركزيه السنه دي واضحه، فان مدير المدرسه المفروض ان هو يرتب مدرسته ويضع الجداول قبل بدء العام الدراسي، والمفروض الاسبوع اللي قبل بدايه الدراسه يكون تسليم هذه الجداول للوزير للوزاره، بحيث كل واحد يقول ان هو رتب مدرسته ازاي. حد اقصى 20 تلميذ في الفصل علشان المحافظه على المسافات البينيه، فممكن تتعمل فترتين، عدد ايام مختلف، يعني الايام بالتناوب كده ايام مختلفه، ولكن حد الاقصى 20 طالب في الفصل. فدي دي ده تصريح واضح، ويعني في بعض المدارس طبقوه، لكن انا مش عارفه يعني برضو لسه في عمليه الرقابه هل في بعض المدارس مثلا ازيد من هذا العدد. المفروض ان اولياء الامور يتابعوا هذا، ولو في اي مخالفه المفروض ان احنا يعني نعرفها عشان نشوف ايه علاجها ازاي يعني، لكن هو حد اقصى لابد انه يكون 20. يعني نقدر نقول سياده النائبه للشعب المصري ان اي حد في فصل متواجد اكثر من 20 طالب فيه يتواصل مع برنامج مع القاده ونبلغ حضرتك عن اسم المدرسه المتواجد فيها في اي محافظه. في اي محافظه، واحنا هنبلغ الوزير نشوف ايه حلول هذا، ليه مخالف للقرارات اللي تمت قبل بدء العام الدراسي. طيب يمكن الساده المشاهدين على الشاشه يظهر رقم برنامج مع القاده، اللي عنده تكدس في مدرسه اكثر من 20 طالب في الصف الواحد يا ريت يتواصل معانا. سياده النائبه برضو اسئله جايه لنا، المصروفات، يعني ازدادت المصروفات، هل تدفع كلها مره واحده ولا ممكن تقسط نظرا لظروف الناس في هذه الفتره؟ تمام، هو طبعا المصروفات الدراسيه احنا بنتكلم على المدارس الحكوميه فقط. انا بتكلم على المدارس الحكوميه. والمدارس الحكوميه زي ما الوزير اعلن ان فيها بعض الزيادات، ولكن يعني ظاهريا هي فيها زيادات، لكن في فئات كثيره تعادل 40% من عدد الطلاب مستثناه من المصاريف، وبالتالي يعني مراعاه هذه الظروف. طيب الباقي اللي هو هيدفع المصروفات، الوزير ذكر ان هو ممكن على قسطين او 4 اقساط ممكن تقسط على العام الدراسي كله، بمعنى ان هو مش ما فيش ضروري ان هو يعني يدفع كل الفلوس مره واحده، لا هي يعني ممكن يتم تقسيطها، وده انا شايفه ان هو مراعاه للظروف لاي اسره، بجانب ان لو اسره فعلا في حالات اجتماعيه، في الحالات اللي ذكرها الوزير، اولاد شهداء، اولاد يتامى، اللي بياخدوا معاش تكافل وكرامه، يعني فئات كثيره تعادل 40% من الطلاب مش هيدفعوا هذه الرسوم خالص، يعني مش بس الزياده، لا يعني معفيين من اداء الرسوم. وبالتالي ان في تسهيلات كثيره لدفع المصروفات هذا العام يعني. طب بالنسبه للمدارس التجريبيه كلغات، زياده المصروفات يطبق عليها الاعفاء لبعض الفئات التي تم الاعلان عنها؟ والله هو الوزير قال لجميع المدارس الحكوميه والتجريبيه تعتبر حكوميه، ولكن يعني هتاكد من هذه النقطه بالتحديد، المدارس التجريبيه، وان شاء الله في لقاء قادم انا اعلنها لحضرتك وابلغ حضرتك بيها. دكتوره ماجده نصر، عضو لجنه التعليم بمجلس النواب المصري ونائب رئيس جامعه المنصوره سابقا، شكرا لحضرتك. طبعا انا الريس مهتم بذوي الاحتياجات الخاصه واهتمام بالمراه، من واقع تعاملي ببرنامج مع القادة واحتكاكي مع الشعب المصري والدورة البرلمانية السابقة، في 2 دكتورة نشوى حسين من الفيوم للأسف غير ممثلة في البرلمان القادم ده، السبب رغم العطاء اللي هي ادته ورغم النشاط اللي هي كانت عليه وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يكن لها نصيب
وأيضا دكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو البرلمان الحالي، وهي في لجنة التعليم بالبرلمان. أتمنى من السيد الرئيس الاثنين دول للمصلحة العامة أن هم يكونوا من يتم تعيينهم في البرلمان القادم إن شاء الله، نظرا لأن المرأة تم التحايل في بعض المحافظات وظلمت المرأة في هذا البرلمان، أيضا ظلم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم مجاملة البعض بكرسي الشباب. يعني عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا المرأة، عندنا الشباب. لم يكن من العدل ما تم في البرلمان اللي هيكون بعد أيام قليلة. طبعا احنا بنتكلم على دعاية انتخابية تقريبا توقفت من 12 بالليل، فما بدعيش لحد ولا نعلن كفة على كفة، لا احنا بنتكلم كلام عام. المصلحة العامة صوتنا يوصل للمسؤولين والسيد رئيس الجمهورية. من لم يحالفه الحظ أو لم تأتي به الأحزاب أو يأتوا به من كان على الأمر في التشكيل ينظر إليهم، خاصة أنهم أدوا أداء كويس جدا جدا والشعب راضي عنهم. وكأن شعارنا أخرجوهم من البرلمان إنهم ناشطون. بستغرب يعني واحدة زي الدكتورة ماجدة نصر ليه ما تكونش موجودة؟ دي تشرف أي حزب، تشرف أدائها مش في المنصورة بس، أدائها في محافظات تقريبا كل المحافظات. كذلك الدكتورة نشوى حسين ذوي احتياجات خاصة وأدت أداء والله أفضل كثير من النواب ما عملوش أي حاجة خالص. فبنقول دائما وأبدا المصلحة العامة تكون لمصر وللشعب المصري. النهاردة كان أول اجتماع لمجلس الشيوخ المصري، نبارك لهم جميعا وإن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجميع، وهنعيش كده مع تشكيلة مجلس الشيوخ المصري الجديد. ولو خدناها كأحزاب الأول هندرسها من وجهتين، الوجهة الأولى من وجهة الأحزاب، وهنقول إن حزب مستقبل وطن له في مجلس الشيوخ 147 مقعد، المستقلين 85 مقعد، حزب الشعب الجمهوري 18 مقعد، حزب الوفد 10 مقاعد، حزب حماة وطن 10 مقاعد، حزب المؤتمر 5 مقاعد، حزب التجمع 4 مقاعد، حزب مصر الحديثة 3 مقاعد، حزب مصر الديمقراطي 3 مقاعد، حزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد، حزب الحركة الوطنية 3 مقاعد، حزب النور مقعدين، الحرية المصري مقعد واحد، حزب السادات الديمقراطي مقعد واحد، الحزب الجمهوري مقعد واحد، إرادة جيل مقعد واحد، الإصلاح والنهضة مقعد واحد، وأخيرا العدل مقعد واحد. دي كانت قراءة بالنسبة للأحزاب. لو حبينا نقرأها حسب بقى التشكيل والتصنيف، هنقول مجلس الشيوخ 2020، السيدات 20، العسكريين 19، الأحزاب السياسية 12، تنسيق شباب الأحزاب 4، الأكاديمية الوطنية للتأهيل والشباب 2، الكنيسة 5، الإعلاميين والفنانين 6، الشخصيات العامة 16، القضاة 2، التعليم والجامعات 8 مرشحين. وكده يكون اكتمل عندنا مجلس الشيوخ المصري بمسماه الجديد، وأول مرة ينعقد بعد الاسم الجديد من شورى إلى شيوخ، وأول مرة بعد ثورة 25 يناير. دائما وأبدا غرفتي البرلمان سواء الشيوخ أو النواب، سابقا الشعب والشورى، هما جناح السلطة التشريعية. يفترض أن لهم مهام، لهم أدوات بيستخدموها، مش مسألة حصانة وإن أنا أمشي ما حدش يفتشني، لا الأمر أكبر من كده. وبقول نصيحة لأهلنا وحبايبنا اللي هم
ممثلين حاليا في كل المحافظات عن مجلس الشيوخ. اتعلم الدرس من مجلس النواب اللي عدى. في كتير من اعضاء مجلس النواب اللي عدى تعالى على الناس، تكبر على الناس، اهمل الناس، قفل تليفونه من الخمس سنوات، فتح بقاله كام يوم بس عشان دخل الانتخابات الجديد. فبنقول لو كان الانسان ينظر وياخذ العظه والعبره من مجلس النواب بعد ما تم نجاحهم، ما بقولش كلهم، معظمهم الا ما رحم ربي، لا نزل القريه اللي انتخبته ولا ادى لهم اي شيء، وجيد وقت حاليا عايز اصواتهم. فبيعمل ايه؟ بينزل القرى، والله مسكين صعبان عليا، عمال يجري في الشوارع، مش راكب بقى عربيه لا مكيف، لا لا ده ماشي على رجليه، وعمال يبص راس ده وعمال يبص راس ده. يا عم انت بفلوسك وبمركزك خليك قاعد في مكتبك، وخلي شغلك هو اللي يدعي الناس. ايه اللي بيحصل ده؟ طب اقول لك على حاجه، طب ما توفر شويه من المجهود ده، وبعد ما تنجح ان شاء الله لف لك لفه برضو على الناس كده. يعني مش معقوله كده هتلفهم كلهم قبل الانتخابات، وبعد كده هتتعب وهتريح بقى خمس سنوات وترجع تلف تاني. لا، خلي 25% بس من مجهودك ومن لفك ده اجله بس بعد ما تنجح. بعد ما تنجح لف اللفه دي. فطبعا احنا بنتكلم عن حرب اكتوبر، وشفنا ايه اللي جرى، واتكلمنا في النقطه الثانيه عن بدايه العام الدراسي الجديد، وشفنا الدكتوره ماجده نصر عضو البرلمان المصري لجنه التعليم وحديثها عن العام الدراسي الجديد. لازم برضه يكون معانا قياده من قيادات التربيه والتعليم التي اكن لها كل الحب والتقدير والاحترام، الاستاذ الدكتور محمد عبد الله وكيل وزاره التربيه والتعليم بالفيوم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا دكتور. اخبار حضرتك؟ كل عام وانت خير وبخير ببدايه العام الدراسي الجديد. كل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري جميعا بخير يا رب، وجميع معلمي ومعلمات مصر بخير يا رب. واحنا في عام دراسي جديد عايزين نقول كل سنه وانتم طيبين. عندنا اكتر من مناسبه نقول فيها كل سنه وانتم طيبين. يمكن كنا من ايام قليله كان عندنا مناسبه انتصارات اكتوبر اللي بتدينا دعم وبتدينا طاقه ايجابيه، نستمد منها كل عام طاقه ايجابيه كده. كل سنه وكل الشعب المصري طيب، كل سنه وكل المصريين بمناسبه العام الدراسي الجديد، كل سنه وكل الشعب المصري طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف اللي على مشارف القدوم ان شاء الله. كل سنه وكل ابنائنا من الطلبه والطالبات بخير يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين جميعا بمناسبه العام الدراسي الجديد. معالي الدكتور، احنا معانا دلوقتي فيديو اللي هو انا سامع بصعوبه قوي يا دكتور رمضان. حضرتك لو سامعني صوتك عندك كويس كده؟ في صوت بس حوالين حضرتك. كنت بتكلم مع بدايه العام الدراسي الجديد، كانت وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الفيوم بالاشتراك مع منظمه الشعوب والبرلمانات العربيه كان لها تكريم لاوائل الشهاده الاعداديه على مستوى السبع مراكز. حضرتك شايف ان الامر ده يكون حافز للطلبه في العام الدراسي الجديد ان شاء الله؟ عايز اقول لحضرتك ان قضيه التعليم ما اصبحتش قضيه وزاره التعليم فقط. احنا معانا على هواء، معانا على هواء مباشره الفيديو اللي اعدته وزاره التربيه والتعليم بالفيوم والمشاركه الاجتماعيه، وللامانه فيديو جميل عبر عن كل الحاضرين وعن سعاده اولياء الامور والطلبه. اتفضل معالي الدكتور. نعم، بقول لحضرتك قضيه التعليم اصبحت مش قضيه وزاره التربيه والتعليم فقط، هي اصبحت قضيه دوله بالكامل. يمكن كلنا لامسين دلوقتي ان الدوله بالكامل بجميع اجهزتها بجميع وزاراتها بتساهم في العمليات التعليميه كل فيما يخصه، وده طبعا يعني شيء رائع جدا، منظومه اكثر من رائعه، تضافر كل جهود الدوله للعمليات التعليميه، فده افضل استثمار في البشر. تمام. نيجي للدور الاخر، على الجانب الاخر في بقى جزء اخر خاص بالمنظمات الغير حكوميه. تمام. يعني اذا كان عندنا الجزء الحكومي فالحكومه مش هتقوم بكل الامور، فعندنا الجزء الخاص بالمنظمات الغير حكوميه كانت ممثلة يمكن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، يعني قاموا معنا بدور يعني حافزي، يعني عمل دفعة، هم قاموا بالدور اللي هم مروض بيهم، وقاموا بتحفيز الطلاب، وقاموا بتكريم، يعني ساهموا معنا في تكريم الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في شهادة الإعدادية، وكان ده يعني احتفالية أكثر من رائعة. يعني دعني في هذه المناسبة
اشكر حضرتك، كنت يعني حضور حضرتك يا دكتور رمضان، دكتور عبد العزيز، يعني كل اعضاء المنظمه اللي ساهموا في هذا العمل الرائع اللي كان مردوده على ابنائنا من الطلبه والطلبات، وكان مردوده على اولياء الامور، كان شيء اكثر من رائع ان احنا نحتفي بابنائنا، وده حقهم على فكره ان احنا نحتفي بيهم ونحتفل بيهم ونسعد بيهم ونفخر بيهم، وده بيحفزهم طبعا للامام. يمكن احنا اتكلمنا ساعتها وحضرتك تذكر ان احنا تمام. اذا كنا وصلنا دلوقتي للقمه في الاعداديه فاحنا منتظرين منهم القمه في الثانويه ان شاء الله، وعندنا قمم اخرى في الجامعه، فبالتالي ده بالتاكيد مثل هذه الاحتفاليات وهذه التكريمات بيكون لها دور فعال ودور تحفيزي لابنائنا من الطلبه والطالبات، وبيسعد الساده اولياء الامور وبيسعدنا احنا شخصيا، لان ده سعاده ابنائنا من الطلبه والطالبات بيعود علينا احنا برضو بالسعاده، وده شيء رائع جدا جدا، وفرصه ان انا اشكر منظمه على الدور اللي قامت بيه في هذا الحفل الكريم، وننتظر منهم الكثير والكثير ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله. الدكتور محمد عبد الله وكيل وزاره التربيه والتعليم بالفيوم، شكرا لحضرتك. وللامانه الدكتور محمد عامل شغل كويس جدا جدا في الفيوم، اكثر ما يعجبني ممكن حد يطلب مني خدمه اروح له يقول لا دي غير قانونيه وما يعملهاش وانا ابقى ماشي مبسوط، لان الراجل ماشي بقواعد وقوانين. شكرا لمنظمه الشعوب والبرلمانات العربيه، بدايه من الدكتور عبد العزيز عبد الله حماد، الى كل اعضاء المنظمه على هذا المجهود، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. كنا بنتحدث عن انتصارات مصر في ذكرى 47 لاكتوبر، وتحدثنا عن بدايه العام الدراسي الجديد، وكان معنا على الهواء مباشرة الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، وكان معنا أيضا دكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، معنا على الهواء مباشرة الحاجة نجاة من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ ألف حمد لله على سلامة حضرتك والحاجة نجاة. إذا كان الدكتور محمد عبد الله بيناشد إن منظمات المجتمع المدني تؤدي بدورها، فأنا أشهد الله إن الحاجة نجاة نموذج يحتذى به في العمل الخيري داخل محافظة الفيوم، فألف حمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك ومتشكرة جدا على المقدمة الجميلة دي يا دكتور. الله اتفضلي حضرتك. النهارده يا دكتور احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. الرئيس السيسي منحنا مبادرة فحص ثدي للقضاء على سرطان الثدي بالنسبة للمرأة المصرية. تمام. ماشي، أنا واحدة من الناس اللي حصل معايا الموقف ده، ولفيت مراكز الفيوم كلها لقيت الموضوع ده حصل مع ناس كتيرة جدا جدا، وأنا معايا 30 اسم بالناس دي، والناس دي اتعالجت بره. الناس بتروح تفحص في المراكز الطبية والوحدات الصحية. تمام. وأنا واحدة من الناس حصل معايا كده. تمام. وبعدين بيتوجوها على مركز الأورام في المستشفى العام. تمام. ده بيقول ان الست دي عندها ولا تخليل او كده. الكلام من هنا انقطعت. طب يا حاجه نجاة، حاجه معلش بالراحه كده عشان افهم منك والمشاهدين كمان ايه يكونوا متابعين معانا، انا عايز بس بالراحه كده قولي لي ايه المشكله؟ المشكله ان وزاره الصحه ما بيتصلوش على الستات ويقولوا لها يا ستي انت عندك ورم حميده او خبيث. بعد عم رحت عملت بعد الفحص، بعد الفحص ما بيلغوش المريض مثلا باللي عنده. بالظبط. تمام. قطعت العلاقه ما بين المريض وما بين اي مكان، طبعا المكان اللي بيعمل الاشاعه سواء مركز الاورام او مستشفى الفيوم بياخدوا رقم الناس دي، وانا واحده منهم برضو، وبيقولوا لهم انتوا لو طلع عندكم ورم هنتصل عليكم، طلعت حاجه عاديه مش هنتصل. تمام. وطبعا ما بيتصلوش. كل الستات افتكرت ان هي ما عندهاش حاجه لان ما اتصلوش عليها ولا تابعوها. تمام. تمام. وفي انا طلعت اشتغلت بره على نفسي، لقيت ان انا عندي ورم خبيث. استأصلت استاذي ولحد النهارده انا واحده من الناس، واسمي نجاة محمود عبد الباقي خليل، وهبعت لك صوره البطاقه بتاعتي دلوقتي، تدخل على الكمبيوتر بتاع وزاره الصحه هتلاقي ان من يوم 15/8 اتحولت وعملت اشعه ام جرام في مركز الاورام بالفيوم، ولحد النهارده ما حدش اتصل عليا ولا قال لي انت لا عندك ورم ولا مش ورم. طبعا لما عرفت طب الموضوع ده لفيت مراكز. بداية ربنا يشفيكي ويعافيكي. انت حضرتك بتقولي انك انت عملتي الكشف في معهد الاورام في الفيوم، وقالوا لك لو في اصابه هنبلغ حضرتك ولو ما فيش مش هنبلغك، هم ما بلغوش حضرتك، فانت قلتي يبقى ما عنديش حاجه. المفروض ان كلنا بنقول كده، كل ما حصلش اتصال يبقى ما فيش حاجه. انت حسيتي باعراض تانيه، رحت مستشفيات او مكان اخر تاكدت ان في ورم؟ لا يا دكتور ما فيش اعراض تانيه، ده انا قلقت على نفسي، ف
فرحت اتجهت للشغل بره على نفسي، تمام، خاص بره. تمام. فعرفت ان انا عندي الاورام دي، يعني ممكن طبعا كل ممكن يكون في حالات مثل حضرتك برضو ما اتصلوش عليها وعندها مشكله. بالظبط كده، بالظبط كده. وهو ده، انا 30 حاله يا دكتور مريت، انا مريت على كل مراكز الفيوم، طميه، سنورس، شواي، اسفه، يوسف الصديق، اكتر من، انا جمعت 30 اسم وطلع برضو عندهم اورام خبيثه ومحدش اتصل عليهم. طب اطلب من حضرتك طلب بس، انا عايز الكشف، اتواصل مع حضرتك بعد الهوا، عايز الكشف اللي فيه 30 اسم ده. طبعا عندنا محافظه فيهم دكتور احمد الانصاري راجل طبيب، وعندنا السيده وكيله وزاره الصحه بالفيوم، وعندنا التأمين. فأنا بشكر حضرتك حاجة نجات، وهتابع مع حضرتك بعد الهوا إن احنا ناخد الكشف ده، ويتم التواصل مع وكيلة وزارة الصحة بالفيوم ومع معالي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. وأعتقد النائب محمد عماد ما بيتأخرش عننا ببرنامج مع القادة عن أي حالة بتوصل عن طريق برنامج مع القادة. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أنا بقدم الشكر للدكتور محمد عماد، ما فيش حاجة بنبعتها ليه إلا ما بيتدخل وبيكون في حل إن شاء الله. معانا الاستاذ محمود من الفيوم، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا استاذ محمود، اتفضل حضرتك. بحييك وبحيي اسره البرنامج. الحكايه باختصار يعني عشان ما اطولش على حضرتك. اتفضل يا استاذ محمود. نحن اهالي منطقه زهير بمركز طميه محافظه الفيوم. تمام. عندنا مشكله في موضوع التصالح لو سمحت. موضوع التصالح؟ اتفضل. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اعطى توجيهات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان تمام. كل محافظ حر ان هو ينزل نسبة التخفيض بالنسبة لكل محافظة. تمام. على حدة. فمحافظة الفيوم تفضل مشكورا ونزلها من 30% ل 35%. تمام. على مستوى المحافظة، الا ان احنا فوجئنا. استاذ محمود ازاي نزلها؟ استاذ محمود معلش معايا شوية، نزل اللي من 30% ل 35%. نزل نسبة التصالح، القيمة من 30% ل 35%. تمام. يعني بدل ما كان التخفيض 30% أصبح التخفيض 35%. لا، وما كانش فيه تخفيض خالص، هو نزلها قال يعني النسبة هتكون من 30% ل 35%. يعني نسبة من 30% ل 35%. تمام. تمام. إلا إن إحنا فوجئنا إن إحنا المنطقة الوحيدة في المحافظة اللي ما استفادتش من نسبة التخفيض، ما جالناش تخفيض اصلا، يعني اتصالحنا على رقم معين وما اصبناش الدور في التخفيض، مش عارف ليه وايه السبب. طيب نشهد المسؤولين من خلال حضرتك انهم يبصوا منطقة ارض زهير، لان احنا اهالي يعني على قدنا، يعني مش فنفسنا يعني اسوة بباقي مناطق المحافظة ان احنا نستفيد بنسبة التخفيض. استاذ محمود هتابع مع حضرتك، وطبعا انت عندكم في طمية الباشمهندس ياسر جمعة الراجل متعاون جدا جدا معنا، عزبة زهير طمية، وربما انتوا دفعتوا على السعر الاولاني فمش هيضيع عليك المبلغ، لحد علمي انا كنت سألت في الموضوع ده، هيتخصم من المجموع الكل اللي عليك ان شاء الله، وهنتأكد لك من الباشمهندس ياسر وهتابع مع حضرتك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، يمكن الحاجة نجات قالت حاجة مهمة جدا، يعني ايه الناس تعمل فحوصات ويكونوا عندها ورم خبيث ويقولوا ما نتصل عليكم وما تتصلوش عليهم. عدد 30 اسم في محافظة الفيوم هناخدهم من الحاجة نجات، هنبعتهم ان شاء الله للدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وللسيد الدكتور معالي الوزير احمد الانصاري محافظ الفيوم، ولوكيلة وزارة الصحة بالفيوم، وسوف نتابع هذا الملف ان شاء الله، وهنتابع اي حالات تخدم الناس. طبعا مع نهايه حلقتي انا بقول يعني كلمه لكل انسان، وانت رايح تنتخب من دلوقتي حاليا حط النيه عندك انك انت تعطي صوتك لمن يستحق ايا كان هذا الشخص. ما بقولش توجهات تدي لمين وما تديش لمين. انا ممكن اضحك عليك وممكن تضحك عليا، انا مش هنضحك على ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد مننا معانا اخر اتصال. الاستاذ ناصر من الفيوم، السلام عليكم يا استاذ ناصر. عليكم السلام يا دكتور، اتفضل حبيبي. اتفضل عليك. الحمد لله. لسنا بخصوص يا فندم، انا ناصر شعبان قابل مركز يوسف الصديق قريه شعلان. اتفضل. بخصوص تقنين الاراضي الزراعيه بمركز يوسف الصديق بالفيوم. تمام. فلما بخصوص الاراضي، قمنا بتقنين الاراضي الزراعيه حسب كلام تعليمات الرئيس، فوجئنا ان سعر الاراضي الزراعيه وصلت ل 125,000. تمام. غير تكلفه الفدان. تمام. لان احنا بنستلم ارض حجر. تمام. الفدان فوق ال 100,000. تمام. فوجئنا بعد كده يا فندم
بعمل بوزاره الري، مديريه الري في الفيوم، بعمل محاضر ري للاراضي اللي قدمنا العروض تقليدنا ب 4500 جنيه للقدام ميه بس في خلال العام الواحد. تمام. طب يا فندم ميه في خلال العام الواحد 4500 جنيه. طب المطلوب يا استاذ ناصر عشان الوقت، المطلوب ايه بقى؟ المطلوب يا فندم عايزين بنطالب بتخفيضات. بتخفيضات في اسعار الارض تساويها مع محافظات بني سويف والمنيا. تمام. بنطالب بتخفيضات في اسعار الميه. طب ما تواصلتش مع ما تواصلتش مع حد من النواب؟ يا فندم ما فيش جديد من النواب، تواصلت مع جميع المسؤولين في الفيوم وما فيش ما فيش جديد، باستثناء واحد بس. واحد من النواب يعني؟ لا باستثناء اللي هو اشرف عزيز اسكندر. الراجل تفضل مشكورا، رد عليا وتواصل معايا ورد عليا يعني. حضرتك انت من يوسف الصديق؟ ايوه من يوسف الصديق يا فندم. وتواصلت مع النائب اشرف عزيز؟ اه طبعا، مفيش غير اللي هو اشرف عزيز اسكندر، هو اللي النائب اشرف عزيز اللي رد عليا وتواصل معايا ووصل صوتي للمسؤولين. طيب استاذ ناصر، اطلب من حضرتك مذكرات تجهزها وممكن نلتقي مع حضرتك وهنقدمها للدكتور محمد عماد، بنطلب منه تخفيض ثمن الاراضي اسوة زي ما حضرتك ذكرت في المكالمة بمحافظة بني سويف ومحافظة المنيا، وايضا تخفيض تكلفة المياه من 4500 في السنة الى اقل من كده. شكرا لك يا حاج ناصر على هذا الاتصال، وهتابع مع حضرتك برضه هذا الملف ان شاء الله. طبعا عشان ضيق الوقت عدى مننا بسرعة، كان في حاجات كتيرة جدا جدا عايزين نتكلم فيها ونقول نصائح عامة للشعب المصري قبيل انتخابات برلمانية 2020. بنقول لكل مواطن حط النية من الآن، صوتك للي يخدم أهلك وبلدك، صوتك للي مش هيقفل تليفونه 5 سنوات ويرجع لك، صوتك للي من جواك من قلبك عارف إن هو فعلا بصدق هيخدم الناس مش هيضحك على الناس، صوتك للإنسان اللي هو هيقدم المصلحة العامة مش هيقدم المصلحة الخاصة. يفترض إن عندنا نواب ما شاء الله بيصرفوا ملايين، ما تتعجبش في ناس هتصرف 20-30-50 مليون. طب العائد عليه يا جماعة؟ إذا كان هياخد 30 ألف مثلا في الشهر راتب، 30 × 12 = 360، لو في 5 سنوات في 60 شهر تحت ال 2 مليون، ليه يصرف 30 و40 مليون؟ واحد والله عايز يخدم اهله ويخدم بلده نشكره، انما واحد يدفع ال 50 عشان ياخد 100 مليون و500 مليون ده لا، نقول له لا. عشان كده بقول للشعب المصري الشرفاء ينتخبوا الشرفاء. شكرا لكل انسان بيتواصل مع برنامج مع القاده من المسؤولين، وللامانه في هذا البرنامج يشهد الله ما في حد قال لنا قولوا حاجة أو ما تقولوش حاجة، احنا بنتكلم وعلى مسؤوليتنا، والمسؤولين لما بيحبوا يستفسروا عن حاجة بنجاوب من حبنا لبلادنا. مصر غالية، مصر هي القيادة، مصر هي الريادة، شاء من شاء أبى من أبى مصر تتبوأ مكانتها. حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر ومن أحباه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.